والآن إلى الأراضي الفلسطينية في الإبداع وفي التميز وفي شتى المجالات. حفر الفلسطيني اسمه على مذكرات عام 2018. في هذا التقرير نستعرض بعض أبرز الشخصيات الفلسطينية التي تركت بصمة في مجالها على الصعيد المحلي وحتى العالمي. التقرير التالي والتفاصيل. عام طويت صفحاته ودون في فهرسه أحداث وشخصيات وقفت عند حدودها ساعات الزمن. عام يروي حكاية شعب يحب الحياة ويصنع من المستحيل كل السبل لكي يحفر اسمه على جدران المحافل الدولية. عام انتهى حمل في طياته إنجازات وتحديات على الرغم من المواجع التي أدخنت جراحه لأكثر من 70 عاما. كثير من المجالات شهدت الإبداع الفلسطيني اللامحدود. ففي المجال العلمي حصل الطبيب الفلسطيني من قطاع غزة وليد البنا على لقب مخترع العرب في مسابقة نجوم العلوم، ذلك عن اختراعه لجهاز يستطيع التنبؤ بالجلطات الدماغية قبل حدوثها. وفي السياق ذاته نجح فريق طبي بقيادة البروفيسور سليم الحاج بإجراء عملية هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. تمكن الفريق من إيقاف قلب مريض مؤقتاً ومن ثم تبديل الشريان الأبهر ليعود القلب للعمل بشكل كامل من جديد. على الصعيد الثقافي حصل الكاتب حسن البطل على لقب شخصية العام الثقافية. أعلن ذلك خلال إطلاق فعاليات يوم الثقافة الوطني. حسن البطل صاحب السيرة التي تحمل الهم الفلسطيني لكل من عاش في بلده أو من ذاق مرارة اللجوء والمنفى. أما في دورتها 11 فقد حصد الكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عن روايته حرب الكلب الثالثة. كعادتها فلسطين في كل عام تضع اسمها في كل القوائم العربية والدولية كتحدي القراءة العربي مثلاً. إذ حصل الطالب قسام صبيح على المركز الثالث عربياً من أصل 10 ملايين طالب عربي شاركوا في هذا التحدي، هذا بالإضافة لحصول فلسطين على المرتبة الأولى في مسابقة حفظ القرآن الكريم التي أقيمت في كرواتيا وفاز بها الشاب موسى المدفع من مدينة نابلس. سطرت فلسطين هذا العام أمثلة دلت على إبداع شعبها في الوصول للعالمية. كانت ليلى المالكي أول فارسة عربية تفوز بجائزة الاتحاد الدولي للفروسية تحدي الصعاب، فيما فاز الطفلان محمد سدر وراجي صايل بالمركزين الأول والثاني في بطولة الشطرنج بالعالم العربي. ختاما جاء التطور الكبير للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم في الأداء والنتائج. الفدائي يستعد اليوم للمشاركة في كأس أمم آسيا بعد أن تأهل بشكل رسمي إلى النهائيات الآسيوية 2019. 7 جامعات أوروبية تبنت فيلما وثائقيا للمخرجة روان الضامن كمنهاج تدريسي. اعتبر الفيلم الأول من نوعه الذي يتناول صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باللغتين العربية والإنجليزية. استحق المصور محمد محيسن جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي عن صورة التقطها لأطفال لاجئين. سياسياً لطالما برز الاسم الفلسطيني في هذا المجال، إذ استطاعت المحامية رشيدة طليب المرشحة عن الحزب الديمقراطي استطاعت الفوز بالانتخابات التمهيدية لتمثل ولاية ميشيغان كأول امرأة مسلمة تدخل الكونغرس. من أبرز الشخصيات التي تركت بصمة خلال هذا العام ولن ينساها الفلسطينيون كان الشهيد أحمد نصر جرار، ذاك الذي رد على قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال بلغته الخاصة. ولا ننسى تلك الطفلة التي أصبحت أيقونة للنضال والمقاومة، عهدة التميمي التي تحررت هذا العام بعد قضائها 8 أشهر داخل سجون الاحتلال. مسيرة النضال لم تنطفئ، كللها نبأ استشهاد الفدائي أشرف نعالوي منفذ عملية بركان البطولية بعد أن طاردته دولة الاحتلال بأكمل أجهزتها الأمنية والاستخباراتية لأكثر من 2 شهرين. بعد ذلك ننتقل إلى حضن أم فلسطين، أم الشهداء والأسرى، أم ناصر أبو حميد، تلك التي وقفت شامخة
أمام آليات الاحتلال العسكرية وهي تهدم منزلها للمرة الثالثة. أخيراً كان الطفل المقدسي شادي فراح أصغر أسير في العالم، ذاك الذي مكث 3 سنوات في سجون الاحتلال وتحرر مع نهاية العام الحالي. في فلسطين يختار الفلسطينيون كل عام شخصية لهذا العام 2018. التضحيات في سبيل الوقوف في وجه أطماع الاحتلال الاستيطانية جعلت من رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان المهندس وليد عساف أكثر من يستحقها. شخصيات وأسماء كانت جزءاً من إنجازات لا حصر لها في شتى المجالات، يثبت خلالها الفلسطيني في كل عام أن الأحلام لا يحدها جدار أو عتاد عسكري، وأن الاحتلال لا يقمع آماله بمستقبل أفضل وعام جديد يحمل العديد من الإنجازات التي ستضاف لما سبقها.